كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة الرياضية لكرة القدم سيدخل ابتداء من الخميس المقبل في معسكر تدريبي مغلق استعدادا لمباراة الديربي أمام الرجاء. وأبرزت المصادر ذاتها إلى أن فريق الوزارة الرياضي سيجري الأربعاء القادم مباراته أمام فريق اتحاد طنجة، ومباشرة بعد عودته من مدينة الشمالية سيقيم في فندق بالدار البيضاء إلى حين موعد الديربي. يشار إلى أن الديربي المذكور سيجرى يوم الأحد المقبل على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء برسم الدورة السادسة من البطولة الاحترافية.